تونس مراسل الغد ياسر دبابش. إذا ياسر، كيف تبدو ردة الفعل تجاه القرارات الجديدة التي اتخذها المشيشي، ومتى يفترض أن يتم التطبيق؟ وائل، صباح الخير. نحن بالفعل نتواجد الآن في شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة التونسية. جئنا لنرصد ردود الفعل بعد أن أعلن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي عن جملة من الإجراءات، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا بعد تسجيل عدد كبير من الإصابات وحالات الوفاة فقط خلال 24 ساعة. وزارة الصحة التونسية أعلنت عن إصابة ما لا يقل عن 1200 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 20,000 إصابة منذ أن انتشر هذا الفيروس، وعدد الوفيات إلى 271 حالة وفاة حتى هذه الساعة وفق آخر الإحداثيات الصادرة عن وزارة الصحة. نلاحظ في الشارع بأن هناك ارتداء للكمامات، وأيضا هناك يعني اتخاذ إلى حد كبير لإجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الجسدي. اليوم هو يوم عطلة رسمية في تونس، لكن الحركة مقارنة بأي أحد من كل أسبوع تعتبر خفيفة وقليلة إلى حد ما. هناك مخاوف من قبل التونسيين مع ازدياد أعداد الإصابات، وكذلك يعني المخاوف من العدوى. هناك أيضا توجه ربما من السلطات وفق متابعينا لتجنب السيناريو الإيطالي لا سمح الله، وهذا ما دفع رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي لاتخاذ جملة من الإجراءات، منها وأبرزها تقليص مدة العمل في المؤسسات الحكومية والعمل بنظام فترة واحدة وبنظام الفرق، أي بالتناوب ما بين العاملين. عدا عن ذلك فإن المدارس تعمل بيوم دون يوم، وذلك بعد توزيع الأقسام والتلاميذ على قسمين، بمعنى آخر بأن التلاميذ يقرؤون نحو 3 أو 4 أيام خلال الأسبوع فقط. استثنى رئيس الحكومة التونسي من هذه القرارات قطاعي الصحة والأمن وكذلك التعليم. الحالة الصحية ربما تستدعي إلى المزيد من اليقظة، وهناك عمل مكثف من الكوادر والأجهزة الطبية في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا. أيضا رئيس الوزراء هشام المشيشي قال بأنه سيتم يعني مد المستشفيات العمومية بالمزيد من الأسرة الإنعاش قبيل نهاية الشهر الجاري، وحتى المؤسسات الاستشفائية الخاصة. هناك بالفعل مخاوف من التونسيين، لكن أيضا هناك تباين في وجهات النظر ما بين من يؤيد التوجه إلى حجر صحي شامل، وما بين من يريد ويقول بأن يعني لا داعي للإغلاق، وذلك بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وائل، اسمح لي في لحظات قليلة فقط أنوه بأن السلطات المحلية أعلنت مؤخرا حظر التجول الليلي في محافظات سوسة والمنستير وعدة مناطق من ولاية سيدي بوزيد في وسط البلاد، وذلك بعد أن سجل عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا. شكرا لك ياسر دبابش، مراسل الغد من تونس، كنت معنا.